الكذاب المحارم سياح والأمالة مقصية والأمالة مقصية والأمالة مقصية. نحن قدماء المحاربين شريحة عارضة من المجتمع المغربي اللي ضحت بالغالي والنفيس في سبيل الوطن، إلا أننا حسينا كنحسوا بواحد الإقصاء والتهميش وغياب العيش الكريم لهذه الشريحة اللي تتعيش بواحد معاشات جد هزيلة، وخاصة الأراميل. وبغض النظر عن الهزالة ديال هذه المعاشات كذلك مجمدة منذ سنين، وهذا لا يضمن لنا العيش الكريم ولا هو يتماشى مع ما يسمى بالماضي المجيد لهذه الشريحة التي يفتخر بها كل الشعب المغربي. وهذا كذلك لا يمنعنا أن نبقى جنود مجندين دائما وأبدا للدفاع عن مقدسات الوطن وعلى العرش العلوي المجيد رغم تقدمنا في السن. المطالب ديالنا هو ان كنوجهها للمشرع المغربي الا كان حقا عنده إلمام بهذه الشريحه اللي كتعيش كما قلت سالفا بواحد المعاش جد هزيل، اعاده نظر في هذه المعاشات والرقم الاستدلالي ديال هذه المعاشات اللي هو جد 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 منخفض لا يتماشى مع غلاء المعيشه وارتفاعات الصاروخيه المهوله في كل المواد الاساسيه الاستهلاكيه. نحن نرزخ تحت عتبة الفقر، وهنا نستنجد دائما بجلاله الملك ان يتدخل لاعطاء اوامره المطاعه لكل الجهات المعنيه من اجل اصلاح الوضعيه ديال هذه الشريحه اللي الان كتحمل كل المعاناه الصحيه والنفسيه وكذلك معاشته في شبابها ضد أعداء التراب الوطنية وكذلك ما قاومته من جيوش جزائرية وجيوش غير نظامية التي كان يجندها الحلف الشرقي آنذاك إبان أيام الاتحاد السوفيتي وكذلك الدول المتعاطفة مع الجبهة المزعومة. ونحمد الله على أن الدبلوماسية المغربية نجحت واسترجعنا كل بلادنا، ولنقول للجميع ولعرف الجميع أن الجندية هي أن أموت أنا ويعيش الوطن، أن أموت أنت ويعيش الأعزل، أن أضحي بنفسي من أجل وطني ومن أجل شعبي. الرسالة ديالنا كانت طلبوا الجهات المسؤولة هي اللي جمدت المعاش، الجهات المؤسسة الديمقراطية هي الكفيلة بإعادة النظر في هذه المعاشات، هي اللي صوتت بالإجماع على تجميد المعاشات، هي اللي يمكن لها تنكب كل الفرق السياسيه الحزبيه السياسيه تنكب على اصلاح تقاعد العسكريين. احنا الجهه التنسيقيه الخميسات سلا الجديده القنيطره تفلت، جينا اليوم كنطالبوا بالحقوق ديالنا، الحقوق اللي مهضومه. هاد الناس هادو متقاعدين جنود عساكر قدام المحاربين اللي جاوا كيطالبوا بالحقوق ديالهم، المعاناه ديالهم والمأساة ديالهم، ومعانا حتى الاراميل ومعانا ابناء الشهداء. انا كنصيفطي بنت الشهيد اننا كنعانيو بزاف، عندنا مطالب وكنطالبوا بالحقوق ديالنا، وجينا في هذا الجو هذا الحمد لله الامطار ديال الخير، وكنطالبوا من سيدنا الله ينصرو والله يشافي يا ربي، يشوف من هذه الفئه هذه ويشوف من هذه الشريحه هذه اللي جاوا انهم ضربوا سنوات ديال 25 سنه و30 سنه ديال الحرب، ورغم ذلك مازال كيطالبوا بالحقوق ديالهم.